وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكل التطورات التي تحدث في فلسطين في الفترة الأخيرة، ما أعمدت الرؤية الفرنسية للتعامل مع هذه التطورات؟ أولا ندين أعمال العنف وأعمال إرهابية مهما كانت من أين جاءت. إذن هذا النقطة الأولى، فندين اللجوء للعنف، لكن في نفس السر وثقيل جدا عند الفلسطينيين والإسرائيليين. إذن ندعو كل الأطراف لضبط النفس، للامتناع عن أي قرار أي معاملة تساهم في تصعيد تهدية الأمور، وندعو أيضا سلطات الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. هذه نقطة مهمة جدا، هذا مسؤولية القوات التي تحتل هذه المنطقة. لكن الهدف ليس إدانة أو تأييد، هو الرجوع على طريق المفاوضات. والهدف هو في رؤية فرنسا، في رأي الاتحاد الأوروبي، دولتين تعيش جنبا إلى جنب مع قدس كعاصمة لكل دولة بسلام وباستقرار. وعلينا أن نشجع، هذا الرسالة الفرنسية، الامتناع عن العنف، تحمل المسؤوليات لكل الأطراف، والرجوع إلى 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 مائدة المفاوضات. هذا ما نشجعه، والامتناع مرة أخرى من كل الابتزازات التي شاهدنا في الماضي القريب. طيب، فيما يتعلق بليبيا، طبعا نحن نعلم أن فرنسا تهتم كثيرا بالوضع في ليبيا والتطورات السياسية التي تحدث ومسألة الانتخابات الليبية. ما أعمدت الرؤية الفرنسية للتعامل مع التطورات في ليبيا؟ نحن ندعم جهود الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الذي قدم 27 فبراير قدم لمجلس الأمن للأمم المتحدة رؤية لانتخابات في ليبيا. هذا ما نشجعه، الحوار بين الأطراف المعنية في ليبيا تأخذ يعني في عين الاعتبار الاقتراحات الممثل الخاص للأمن العام. طيب، بما أنه ذهبنا إلى أفريقيا، ما رؤية فرنسا بالنسبة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في هذه المرحلة؟ فرنسا هذا يعني شيء مستمر دائم ثابت، نحن ضد الإرهاب في كل مكان، ونحن إلى جانب كل دولة وكل طرف يكافح الإرهاب في هذه المنطقة، ونجاوب على الطلبات احتياجات التي ستقدمها بعض الدول في هذا الصدد. نحن بصفة عامة يعني بصورة أكبر مع شراكة على قدم المساواة مع كل الدول في إفريقيا، هذا مهم للغاية، ونستمع إلى ما تقول لنا الحكومات في إفريقيا. نحن نجاوب على الطلبات التي ستقدم وفي كل المجالات الاقتصادي الاجتماعي السياسي، ونأخذ بعين الاعتبار تحديات أمنية كما تفضلتي، الإرهاب، مكافة الإرهاب يعني أولوية، لكن لا تقتصر العلاقة بين فرنسا وإفريقيا على القواعد العسكرية، ولا نأخذ بالاعتبار يعني صورة أوسع.